صنفا يصنع من الفول في المطبخ يا امرأتي قولي كم صنفا يصنع من الفول كم صنفا يصنع من الفول في المطبخ يا امرأتي عرفيني بس عايز اعرف كم صنفا يصنع من الفول امرأتي قالت بحماسة اسمع واكتب في كراسة أول صنف في الدماسة يلمع كاللوز أو اللولي الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من الفولي كم صنفا يصنع من الفولي أدعى أول صنف في المطبخ يا مرأة في حاجة تانية فولي كم صنفا يصنع من الفولي والصنف الثاني طعمية في الزيت السايح مقلية هي تشبه كفتة مشوية صنعت من فول مبلولي الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفول الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من فولي كم صنفا يصنع من الفولي طيب ادي صنف في المطبخ يا امرأتي في حاجة تالتة كم صنفا يصنع من الفولي والثالث يدعى البيصارة أطبخها دايما بمهارة لو أملأ منها قوارة تأكلها مثل المهبولي الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من الفولي كم صنفا يصنع من الفولي طب انت قلت ثلاث حاجات حاجة تانية قولي كم صنفا يصنع من الفولي ولفول نابت في الطب يوصف بالشربة والحب بل هو في السهرة كاللبي من يخطفه يبقى عزولي الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من فولي كم صنفا يصنع من الفولي في المطبخ انت تعرفي في الفول كويس والله في حاجة تانية كم صنفا يصنع طب قولي والفول الأخضر يا أخواتي هو حبوب اسمه حراتي أبعثه للريف تحياتي هو يزرعه ويجيبهولي الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من الفولي كم صنفا يصنع من الفولي يا سلام انت عرفتينا حاجات عن الفول كم صنفا يصنع من الفول الحمد لرب يعطينا فولا من زرع أرادينا ليغذينا ويخلينا نمشي بدراع مفتولي الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من الفول كم صنفا يصنع من الفولي فاضل حاجة تانية يا امرأتي طب قولي كم صنفا يصنع من الفولي أقول للفلاح إذا كتر من الفول الناشف والأخضر لك شكر من أهل البندر أكثر من ثمن المحصول الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله الله على الفولي الله ده ألذ مأكولي الله كم صنفا يصنع من فولي كم صنفا يصنع من فولي فاضل حاجة تانية في المطبخ يا خلاص ما عادش كم صنفا يصنع من فولي